الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. سرير بروكريست، بروكريستين بيد. ما هو سرير بروكريست؟ هناك قصة وردت فيما يسمى الخرافات الإغريقية ميثولوجي حول أحد قطاع الطرق، وكان أهل المنطقة التي عاش فيها يعرفوه بلقبه بروكريست. وكلمة بروكريست تعني باللغة الإغريقية القديمة الشاد، أي الذي يشد الأشياء كي تكون على مقاس معين. كان بروكريست وكما ذكرنا قاطع طريق، يسلب الناس أموالهم وينغص عليهم عيشهم، وفوق كل ذلك كان إذا أمسك بأحد ضحاياه يأخذه إلى كهف يوجد فيه سرير، ويلقي بالضحية على السرير، ويربط رجلي الضحية بقيود قوية مثبتة بأعمدة السرير من جهة الرجلين، ثم يربط يدي الضحية بقيود قوية بأعمدة السرير المقابل من جهة اليدين. وعندما يتأكد بروكريست من أن الضحية لا تستطيع أن تفلت من القيود، ينظر إليها بوحشية ليرعبها، فإذا كان طول الضحية أقصر من السرير الملقية عليه، يقوم بروكريست بشدها حتى تصبح على مقاس السرير، وإذا كانت الضحية أطول من السرير، يقوم بروكريست ببتر أي قطع الجزء الذي امتد خارج السرير من جهة الرجلين حتى تصبح على مقاس السرير. ما الحكمة من كل ذلك؟ هذا الآن الرسم التصويري لبروكريست وسرير بروكريست والضحية الملقاة على هذا السرير، وبروكريست يمسك بهذا السيف الحاد كي يبتر رجلي الضحية. هنا الآن قطع رجلي الضحية كي تصبح على مقاس السرير. السؤال الذي يمكننا أن نطرحه من عالم قطع الطريق على الأبرياء من بني البشر، من هذا العالم المظلم المعتل، هو كم عدد الأشخاص الذين يشبهون أو يتشبهون ببروكريست، لا يتقنون شيئا في الحياة إلا قطع الطريق على الفقراء ونهبهم وتسليط الأراذل عليهم كي يذلهم، وكم عدد الذين يتقنون لي عنق الحقيقة، فإذا كانت مخالفة لأهوائهم يبدلوا فيها ويقوموا بتشويهها كي تصبح على المقاس الذي يريدوه. هؤلاء هم السفلة من أحفاد بروكريست والصهاينة الجدد الذين سببوا الويلات والدمار حيثما كانوا. وأخيرا هؤلاء هم السياسيون في بلاد الظلم وعبادة الشهوات. أرجو الله أن يجعل كيدهم في نحورهم جميعا، وينجي الأبرياء من ظلمهم وتعسفهم. وإلى لقاء آخر بإذن الله أحبتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.